هلا يابا، هلا هلا طلابنا. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلين ويا سهلين. لا إله إلا الله. سادس ابتدائي. حيو استاذ ثائر قحطان، نورت. طلاب اللي عنده مشكلة بالرياضيات هذا حساب الاستاذ ثائر قحطان، ما وصيكم. نشوف ال اليوم صار ساعة انتظرك، والله آسف تأخرت عليك، كنت محاضرة والله هسه كملت. شكرا أحمد، يلا شباب مشاركاتنا، لايكاتنا حتى نبدي. سادس ابتدائي ايش تشرح لنا اليوم؟ هيجي عامي شامي، هلا مشاكسة، هلا يا بهلا، هلا بالجميع. قولوا لي اذا اريد اطفئ سد التعليقات اقدر. خلينا نشارك البث بما انه انتم ما جاي تشاركون وياي. استاذ ممكن نسوي مراجعة مراكز من بداية الكتاب، هو هذا شغلنا. الثالث متوسط ان شاء الله بعد ما يخلصون جماعة السادس ابتدائي ان شاء الله، بس خلونا ويا هذولا وان شاء الله بس نكمل ونبدي وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نشيل كلمة هلأ، نبدي على بركة الله كي نجهز الملفات اللي نحتاجها. هذا ملف القطع الخارجية، ملف الأسئلة، نمسح هاي الشخابيط. اوكي شباب، صلوا على النبي. موضوع المقارنة والتفضيل. طبعا شباب المقارنة والتفضيل يجينا بسؤالين، بس هنا جاي أشرحه من يجينا بالسؤال الثاني. الثاني راح أكبر الخط لأن أعتقد هذا ما يكفي إنه تشوفونه، خافوا أحد شبكته ضعيفة يكون عنده الخط غير واضح. جاي نحكي عن السؤال الثاني فرع أي. هذا السؤال الثاني فرعي، اتمنى كل شيء واضح. زين، يا موضوع المقارنة والتفضيل. موضوع المقارنة والتفضيل، هذا موضوع المقارنة والتفضيل شنو؟ أول شيء نتعرف عليهم، شنو هم المقارنة والتفضيل؟ طريقتي، يجوز أنت تعرفهم، بس أريد أوضح لك إياهم بصيغة أفضل يجوز من اللي أنت متعود عليه. المقارنة يا عيال، احنا عندنا مربعين، يعني دائما هيك اشرحها. هذا مربع المقارنة، ونفسه
تكرار بسده هنا، هذا مربع التفضيل، هذا منو؟ هذا مقارنة. خلينا ننزلهم جوا ايش، ندلعهم شوي، تحملونه حتى نرتب البث. صراحة تعبان بس إلي واسع اشرح، فتحملوني. زين، مقارنة. تفضيل. تفضيل. نسد التعليقات؟ بلا والله تسد التعليقات. بلا والله نسد التعليقات حتى بس اللي يريد يستفاد يبقى. واحنا نرحب بالجميع، اهلا وسهلا. بس على مود ما يصير تشتيت نحاول نفيد الكل. تعذرونا جميعا. اوكي، المقارنة شنو؟ هذا الخط يوضح لك المقارنة والتفضيل. يا شباب، المقارنة هي صفة. صفة حالها حال أي صفة. بس شنو؟ نهايتها موجود حرفين إي آر. هسه على أول دليل. المقارنة منه؟ صفة تنتهي بإي آر. جيد؟ جيد. أو صفة أكو قبلها كلمة مور. هسا أنا جاي أدليك من المقارنة ومن التفضيل. عوف الموضوع، جبت لك ثلاث كلمات، كلمة long أوكي، وكلمة longer باوع لي، وكلمة longest. هذول ثلاث كلمات. سؤال على الطاير، منو بيهم المقارنة؟ راح تقول استاذ longer. ليش؟ لأنه تنتهي بـ ER. هسا عرفت المقارنة، أهم شيء تعرف شنو معنى مقارنة. المقارنة الصفة اللي تنتهي بـ ER. زين، التفضيل شنو؟ التفضيل الصفة اللي تنتهي بـ EST. خلينا نصغرها شوي. الصفة اللي تنتهي منه بـ EST، أو الصفة اللي قبلها كلمة most. قبلها ركز، أكو بنهايتها وأكو قبلها. هاي المقارنة والتفضيل. المقارنة صفة تنتهي بـ ER، والتفضيل الصفة اللي تنتهي بإي إس تي. هسا عرفت شنو أقصد بالمقارنة؟ عرفت. نجيب صفة مكتوب كلمة يوزيفول. يوزيفول هاي صفة، هنا كتبت مور يوزي. تم قطع الاتصال، ليش؟ الشبكة واضحة شباب؟ سوي لايك. موجودين موجودين. حلو، هسا عرفنا شنو المقارنة وشنو التفضيل، سواء اللي قبلها مور أو اللي بنهايته إي آر، سواء اللي قبلها موست أو اللي بنهايته إي إس تي. أنا عرفت شنو المقارنة، هاي المقارنة وهاي التفضيل. الموضوع هذا قبل لا نطلع منه، إحنا المقارنة والتفضيل راح أشرحه بشكل عام، وين يجي بكل تفاصيله راح أشرحه بشكل عام، ما راح أشرحه بس على موضوع واحد بس بالسؤال الثاني فرعي. هو يجي اختيارات بالسؤال الثاني فرعي، ويجي أيضا بالسؤال الرابع. الرابع فرع اي، اللي هو فرع بي او اي، مو ثابت هذا، مره يجي اي ومره يجي بي، بس اكثر شيء يجي اي. الكلمات المفقوده شلون اقدر اجاوب عليه وشنو هو هذا المقارنه والتفضيل؟ اولا شلون يجينا السؤال بالسؤال الرابع فرع اي وفرع بي، هذا الكلمات المفقوده كاتب لنا كلمه سمول. هاي دائما يجيبونها، هيك مشلبين بيها. كاتب لي كلمه سمول. سمول صفه، جاي يمها كاتب سمول ار. حلو، سمول ار شنو قصده؟ قصده اني هاي الصفه العاديه جيت سويتها مقارنه. حلو، هذا قصده. جايب لي هنا صفه مثلا كلمه نايس، هاي جايه وزاري، وكاتب لي يمها فراغ. قصده مثل ما اني سويت هاي مقارنه، انت سوي لي هاي مقارنه. يعني انا ضايف اي ار، انت ضيف اي ار. انت اذا اجيت وضفت اي ار على سبيل المثال، انت خوش طالب، خوش طالب يعني مو زين قصدي، ها جيت ضفت اي ار، جملتك خطا. لعد استاذ شظيف، عندنا قواعد لاضافه الاي ار والاي اس تي، يعني من حول الصفه الى مقارنه او تفضيل، مو اجي مباشره اخلي لها اي ار. لعد شلون استاذ؟ ركزوا وياي. اولا، انت شو وقت تخلي اي ار وشو وقت تخلي مور؟ يعني هسه جبت لك سؤال، جيت عليك بالشارع قلت لك هاي الكلمة كلمة، خلنا نقول
اكسبنسيف باو علي عليها اكس بنسيف. قلت لك هاي الصفة عادية، اريدك تسوي لي اياها مقارنة. السؤال هو هل الصح انه اني اجي اضيف لها اي ار؟ لو الصح انه اخلي قبلها مور، هذا اذا كان منه، اذا كان انا اريدها منك مقارنة. سؤال اخر، اذا اريد اسويها تفضيل، هل الصح انه اخلي قبلها موست؟ لو الصح انه اخلي بنهايتها اي اس تي؟ هذا هم سؤال انا شلون اقدر اجاوب على هذا الموضوع. ركزوا وياي، ايش وقت نخلي الاي ار وايش وقت نخلي الاي اس تي؟ هاي تعتمد على عدد الحروف او عدد المقاطع. هي طبعا بالصحيح، بالصحيح على عدد المقاطع، بس انا عندي لك طريقه اسهل. شنو هاي الطريقه يا حبيبي؟ الطريقه هاي خلينا نختار لها لون مميز ما تنساها بحياتك ان شاء الله، ما تنساها بحياتك. شنو هي هذول اثنين؟ هذا الخط انا قلت لك راح يعلمك كل السؤال. الصفه اذا مكونه من خمس حروف، كم حرف؟ خمس حروف، خمس حروف، وتريد تحولها الى مقارنه ضيف لها اي ار، تريد تحولها الى تفضيل ضيف لها اي اس تي. هذا اذا خمس حروف او اقل، ها خمس حروف او اقل. اذا اكثر من خمس حروف، اكثر من خمسه لا، اذا مقارنه ضيف لها مور، واذا تفضيل ضيف لها موست. يعني هسه اجيب لك سؤال، سؤال اقول لك انا سويت كلمه لونج، هاي الكلمه لونج قد اسويها مقارنه، تجي تحسب لي 1 2 3 4 اوكي، اربعه، الاربعه ورد اسويها مقارنه، هذول المقارنه اربعه ورد اسويها مقارنه، هل اضيف لها اي ار لو مور؟ راح تقول استاذ بما انه هي اقل من خمس حروف اضيف لها اي ار، فهمتني شلون؟ فتجي تقول لونجر. جيد، جيد. جيت عليك قلت لك زين سوي لي هاي الكلمه مقارنه، هاي الكلمه سوي لي اياها مقارنه، تجي تحسبها 1 2 3 4 5 6. هالمره ما يصير تخلى اي ار، لا عاد شنو اخلي؟ اخلي قبلها مور، مور ونزل نفس الكلمه مور يوزيفول. ليش خلينا قبلها مور؟ لانها اكثر من خمس حروف. فيا شباب الاكثر من خمسه هي من جماعه المور والموست، والخمسه والاقل من جماعه الاي ار والموست والاي اس تي. هسه عرفنا ايش وقت نخلي اي ار وايش وقت نخلي مور، عرفنا ايش وقت نخلي اي اس تي وايش وقت نخلي موست. زين جاب لنا سؤال، طبعا ما جاي وزاري بس انا اخاف، يعني خاف يجيك وزاري، مو وزاري، وزاري سمول، هاي كلمه سمول، كاتب لي اياها كلمه سمولر، سمولر يعني شو يريد؟ يريد اضيف اي ار، شكرا حسوني، يريد اضيف اي ار، مو قصده يضيف اي ار، قصده يسوي مقارنه. زين هنا جايب لي كلمه، خلينا نقول منو عندكم كلمه حلوه؟ بيوتيفول، بيوتيفول معناها جميل. أنا جيت أسوي مقارنة. أوكي، تقول لي أستاذ هو ضايف إي آر. أنا أجي أضيف إي آر، خطأ. قل لي ليش خطأ؟ احسبها وبعدين قرر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. صرت تخلي إي آر الأكثر من خمس حروف وتريد تضيف لها إي آر، ترهم؟ ما ترهم. فش أضيف لها؟ أعوض الإي آر. منو منو أخت الإي آر؟ أخت الإي آر هي المور. فأجي أكتب مور بيوتيفول، مور بيوتيفول. حلو، لو فرضا جاي كاتب لنا كلين، اعتقد جايبه هو كلوز لو كلين، يلا عوف الكلوز وعوف الكلين، كاتب لي سمول نفس المثال تا ما يصير عندكم خلل، سمول مكتوب يمه سمول است، است اي اس تي. جيد، سمول سمول است، قصده سوي تفضيل. هنا جايب لي كلمة بيوتيفول، اوكي اريد اسويها تفضيل، يصير اضيف لها اي اس تي؟ ما زالها اكثر من خمس حروف ما يصير اضيف اي اس تي. زين منو اخت الاي اس تي؟ ما ارجع اضيف لها مور؟ لا، اذا اريد اي اس تي واكثر من خمس حروف اضيف موست، اذا اريد اي اس تي واكثر من خمس حروف اضيف موست قبل الصفة، موست بيوتيفول. هسه عرفنا شو وقت نخلي الاي ار وش وقت نخلي المور، وعرفنا شلون صيغة السؤال. هاي نقطة. النقطة الثانية منو؟ النقطة الثانية عندنا صفة من ست حروف، هاي وحدة وجاية وزاري. هسه أقول لك شلون.
كاتب لك سمول وهاي جاي وزاري نفس ده السؤال نصا سمول سمولر من ست حروف بس نضيف لها ER سمول سمولر سوري مو سمول أخرى سمولر كلمة بريتي بريتي بهالشكل بريتي كلمة بريتي من ستة احسبهم ستة بس هاي تضيف لها ER قل لي ليش راح أقول لك لأنه التي متكرر يعتبره واحد زين من تعتبر التي واحد تجي تحسب واحد اثنين ثلاثة والتي واحد أربعة والواي خمسة صارت خمسة شو تضيف لها تضيف لها ER بس مو تضيف لها ER قبل لا عندنا قواعد لإضافة الـ ER خليها هي خليها هي خليها زين نجي على قواعد إضافة الـ ER بعد لحد الآن ما تعلمنا شلون نحل سؤال القواعد يا ولد بس ركزوا وياي واحدة واحدة قواعد إضافة ER أو EST نفس القواعد بس الـ ER منه مقارنة والـ EST منه تفضيل زين اجتك صفة تنتهي اجتك صفة شبيهة تنتهي بحرف اي اخر حرف بالصفه اي نضع ما يصير نضع في ار من عندي اي يصير اي اي ما يصير نضع ار للمقارنه واس تي للتفضيل يعني انا ما احتاج اضيف اي ار لان عندي اي ولا احتاج اضيف اي اس تي لان عندي اي فاضيف بس الار وبس الاس تي انطيني مثال اجتني كلمه لارج هاي الكلمه لارج بشنو تنتهي تنتهي باي جيد تنتهي بحرف الاي بما انه تنتهي بحرف الاي اجي اكتبها نفسها نفسها واريد اسويها مقارنه شضيف بس ار اوكي بالتفضيل اجي اكتبها نفسها وشضيف لها اضيف لها اس تي اذا بالمقارنه اضيف لها بس ار وبالتفضيل اضيف لها بس اس تي راح تقول استاذ وش وقت اسويها مقارنه وش وقت اسويها تفضيل حسب السؤال مثال سمول سمول سمولر هسه هو ايش ضايف سمول سمولر هو ايش ضايف ضايف اي ار يعني يريد منك تضيف اي ار جايب لك كلمه نايس فراغ اوكي انت قلت ما زال هو ضايف اي ار انا اجي اضيف هنا اي ار بس الحلو بالموضوع شنو انه كلمه نايس تنتهي بحرف منه بحرف اي يصير اضيف اي ار لا ما يصير اكتب نايس نفسه واضيف لها بس اللي احتاجه اللي هو منه الار شكرا لوجودكم افتهمنا يابا اذا نضفنا لان تنتهي بحرف اي نضيف بس ار زين نروح للنقطه الثانيه والمهمه ايضا مهمه والله هاي جايه وزاري وهاي راح اكتبها رم جايه وزاري اجتك صفه وتريد تضيف لها اي ار او اي اس تي هاي الصفه تنتهي بحرف شنو من حرف صحيح شنو من حرف صحيح قبله الا وركز لي على هاي الكلمة ولو راح تصير بعيدة بنهاية الخط بس مهمة جدا قبله إلا واحد شرط شنو واحد ما أعرف إذا تبين خلنا ننزلها جوا قبله إلا واحد الشرط إنه لازم يكون عندك صحيح آخر حرف آخر حرف شنو صحيح قبله أكو إلا وشرط يكون واحد ما يصير اثنين إذا اثنين اختلفت القاعدة إذا تنتهي بحرف صحيح وقبله إلا واحد نكرر إذا تنتهي بحرف صحيح وقبله واحد نكرر الحرف الأخير آخر حرف بالجملة بالكلمة العفو نكرر الحرف الأخير أوكي وآجي ونضع كررت الحرف الأخير ونضع ER للمقارنة و EST للتفضيل حسب السؤال مثال أعطيكم كلمة هوت هاي الكلمة كلمة هوت هي هات تنتهي غريب كل شيء شكرا هات تنتهي بحرف صحيح اوكي تعرف حروف الصحيح ولا لا اكتبهم هنا حروف الصحيح حروف العله الاو الاي 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 اليو هذا صحيح لو عله هذا عله العفو هذا صحيح هذول عله اللي مو من ذول اعتبره صحيح هسه هذا منهم لا مو منهم اذا هذا حرف صحيح جيد شباب جيد زين عندي حرف صحيح شنو اللي قبله قبله حرف علة قبله حرف علة واحد لو اثنين واحد شنو القاعدة إذا صحيح وقبله إلا واحد شنو القاعدة نكرر الحرف الأخير اجيت كتبت الهوت بهالشكل هذا كررت الحرف الأخير اجيت ضفت الإي آر قاعدتي صح إذا أريد أضيف إي إس تي أكتب الهوت أكرر الحرف الأخير وأضيف إي إس تي حلو طبقت القاعدة عندي تمام
زين شنو لعد اذا اجاني حرفين؟ شلون يعني؟ شنو قصدي؟ مثال شوف لي هاي الكلمه جايب لنا كلمه تشيب. تشيب بشنو تنتهي؟ تنتهي بحرف صحيح قبله الا واحد، لا مو واحد، اثنين، ما زال اثنين ما تكرر، ضيف اي ار مباشره او ضيف اي اس تي مباشره. ليش؟ لانه اجاني حرف الا اثنين مو واحد، شرط يكون عندك حرف الا واحد. شكتب بالسؤال كاتب لنا بالسؤال مثال مكرره 6000 مره، ركزوا وياي يعني. كاتب لنا سمول، شنو صارت سمول؟ صارت سمولر. شنو يريد؟ يريد مقارنه، ما زال اي ار يعني يريد مقارنه. يمها كاتب لي كلمه بيج مشهوره جدا فراغ، زين اريد اضيف اي ار، عندي بيج ينتهي بحرف صحيح قبل الصحيح شنو؟ الا واحد. اطبقت القاعده، بما انه اطبقت القاعده اكرر الحرف الاخير شنو هو ضايف؟ ضايف اي ار، انا اضيف اي ار. لو ضايف اي اس تي اني اضيف اي اس تي. حلوين حلوين. هسه صار عندنا قاعدتين، اذا الكل اذا الجمله او العفو اذا الصفه اللي جايب لي اياها تنتهي باي اضيف بس ار او بس اس تي، اذا تنتهي بصحيح وقبله الا واحد نكرر الحرف الاخير ونضع اي ار للمقارنه او اي اس تي للتفضيل، بس شرط يكون عندك حرف الا واحد قبله. اما اذا جانا حرفين الا نضع اي ار مباشره او اي اس تي مباشره. اوكي شباب؟ زين النقطة الثالثة وأيضا جاية وزاري، اللي هي اجتني صفة بس شبيها تنتهي بحرف منو؟ بحرف واي. آخر حرف بالصفة هو حرف واي. القاعدة تقول يقلب، منو هو حرف الواي؟ يقلب إلى آي. حرف الواي ايش راح أسوي؟ راح أسوي آي ونضع، ونضع إما إي آر للمقارنة حسب السؤال وإما إي إس تي للتفضيل. مثال كلمة إيزي جاية وزاري يا عيال، كلمة إيزي بشنو تنتهي؟ تنتهي بحرف واي، بما أنه تنتهي بحرف واي القاعدة تقول إذا أريد أضيف له إي آر يقلب هذا الواي، هذا الواي يقلب إلى منه؟ يقلب إلى آي ونضع إي آر للمقارنة أو يقلب إلى واي وإي إس تي للتفضيل. يقلب الواي الى اي ونضع اي ار للمقارنه او اي اس تي للتفضيل. زين مثال جايبين هذا المثال اللي قلت لكم عليه مهم وجاي وزاري وقلت لكم كلمته شاذه، سمول سمولر، سمول هي مو شاذه بس يعني سمول سمولر، بريتي بريتي شنو؟ بريتي تنتهي بحرف واي وزاري. اوكي تنتهي بحرف واي، شو تسوي للواي؟ تقلب الواي الى اي وتضع اي ار. ليش؟ لان هو ضايف اي ار فاني هم اضيف اي ار بس اقلب الواي الى اي، نقلب الواي الى اي ونضع منه؟ ونضع اي ار. اتمنى وصلت، قلبنا الواي الى اي وضفنا اي ار. زين هذا موضوع منه؟ هذا موضوع المقارنه من ان نضيف بي. منو الكلمه الشاذه المهمه جدا؟ هي كلمه فار. فار عدا هذا اصبر قبل كلمة الفار، نقطة خامسة من عندي عدا ما سبق. شنو يعني عدا ما سبق؟ عدا ما سبق نضع منه اي ار مباشرة او اي اس تي مباشرة. شنو معنى هذا الكلام؟ اجتك صفة، الصفة ما تنتهي بكل الحروف اللي حكيت عنها، مثلا كلمة لونج، خلينا نشوف كلمة لونج شنو بيها. شوف لي كلمة لونج هل هي تنتهي، بس القاعدة الأولى، هل هي تنتهي بالاي؟ لونج ما تنتهي بالاي. زين القاعدة الثانية تنتهي بصحيح وقبله علة، شوف لي كلمة لونج صحيح وقبله علة؟ مو صحيح وقبله علة. زين شوف القاعدة الثالثة تنتهي بواي؟ ما تنتهي. هسه ما تنتهي بأي واحد من اللي حكيناهم، هذه ما تتعبك، هذه مباشرة نضيف لها اي ار، مباشرة نضيف لها اي ار. اذا انتهت بحرف ما له علاقة باللي حكيناهم عدا ما سبق، عدا اللي حكيناه كله نضيف اي ار مباشرة او اي اس تي مباشرة. زين هسه نروح للصفة الشاذة اللي هي صفة الفار، هذه جاية وزاري ايضا. الفار هذه كلمة فار معناها بعيد، من اريد اسويها مقارنة اريد اضيف لها اي ار او اريد اضيف لها اي اس تي تفضيل،
من أبدأ أسويها مقارنة ما أكتبها فار بس وأجي أضيف ER فارر ما يصير. يقول لك الفار من نضيف لها ER لازم تضيف TH أوكي وبعدين تجي تضيف الـ ER فارذر. هذا إذا تريد منه، هذا إذا تريد تضيف لها ER زين. وإذا أريد أضيف لها EST نفس الحالة، هم أكتب الفار الأولى نفسها وأضيف من عندي TH وبعدين أجي أضيف الـ EST. وزاريات الموضوع، وزاريات الموضوع أنا لازم أقدر أحل وزاريات بما أنه أنا جاي أدرس. نشوف المثال، يقول المثال هذا أول نقطة، المثال الأول، المثال الأول شوفوا لنا إياه يا شباب، ركز وياي واستفاد من الشرح. سمول صارت سمولر، شنو يريد؟ مقارنة بيك، صحيح وقبله علة. إذا صحيح وقبله علة واحد نكرر الحرف الأخير ونضع إي آر، هذا خلص الموضوع. هذا نقطة واحدة يجيب لك، مو كلهن، مو كلهن يجيب لك إياهن. تول صارت تولر، شنو يريد؟ إي آر، كلمة تنتهي بواي يقلب الواي إلى آي ونضع إي آر. هاي القاعدة هيك ندرس يا شباب. باو ندور مقارنة تفضل. هيانا سمول صارت سمولر، بريتي شنو تنتهي؟ تنتهي بالواي يقلب الواي إلى آي ونضع إي آر. حلوين؟ شاركت البيت؟ سويت لايك؟ نسيت مو أدري بيك. نايس صارت نايسر، شنو يريد؟ يريد نضيف إي آر. فار كمان نسينا هالفار، الفار الشاذة، الفار الشاذة اللي نضيف له منه؟ نضيف له تي اتش وبعدين نضيف الإي آر لأنه هو ضايف إي آر، ضفت إي آر. لو ضايف إي إس تي أضيف إي إس تي. شفت شلون؟ إذا أنا هسه كنت أجاوب وزاريات. سمول صارت سمولر، شي يريد أضيف إي آر، اجتني صفة تنتهي بحرف إي يصير أضيف لها إي آر؟ لا ما يصير. النايس تنتهي بحرف إي أضيف لها بس آر، أضيف لها بس آر. شي يريد كلوز كلوزست إي إس تي، شوف لي الإل، هل هو إي حتى أضيف بس إس تي؟ راح تقول لي لا. هل هو واي حتى أقلبه؟ لا. هل هو صحيح وقبله إلا؟ لا، ما له علاقة. فإذا عدا ما سبق إيش قلنا؟ نضع إي إس تي مباشرة، عدا ما سبق نضع إي إس تي مباشرة. السؤال الأخير، سمول صارت سمولر، سمول صارت سمولر، بيك شنو تصير؟ عندك حرف صحيح وقبله إلا واحد، شرط تطبق. بما أنه حرف صحيح وقبله إلا واحد نكرر الحرف الأخير ونضع إي آر. كررنا الحرف الأخير ووضعنا إي آر. شفت شلون؟ على هذا الأساس نجاوب على موضوع المقارنة والتفضيل. هذا بالنسبة للقواعد مع الإضافات. أوكي، عرفنا أن المقارنة إي آر، وعرفنا أن المقارنة مور، عرفنا أن المقارنة التفضيل إي إس تي والتفضيل موست، يعني الكلمتين ذول الإي آر والمور مقارنة، الإي إس تي والموست تفضيل. هذا وين؟ هذا إذا جانب السؤال الرابع فرع بي، وعرفت شلون أجاوبهم، عرفت شلون أضيف الإي آر وأضيف الإي إس تي وما عندي مشكلة. زين، شلون إذا جانب سؤال القواعد الثاني فرع أي؟ شلون أجاوب عليه؟ يمي بالجيب. شلون استاذ؟ باوع باوع، بس باوع. أنت راح يجيك قوس، القوس شنو بي؟ القوس بي صفة مقارنة وبي صفة تفضيل. شلون؟ هذا قوس، هذا القوس بي صفة، هيك صفة أنا ما أعرفها ولا أنت تعرفها هسه، ما نعرف، بس شفتها تنتهي بإي آر مقارنة يعني، وجتني صفة شفتها تنتهي بإي إس تي. يعني علاش ما نكبر إحنا ونكتب كيفنا؟ شنو هي السالفة ها؟ صفة تنتهي بإي آر، لا والله اللي أكتبها أحلى، صفة تنتهي بإي آر أو صفة تنتهي بإي إس تي، منو أختار؟ اختيارات، مو اختار الكلمة الصحيحة والإجابة الصحيحة بين الأقواس، منو أختار؟ يلا عندي قاعدة، القاعدة ذي بس تشوف راح تجاوب. منو هي؟ دليل، إذا إجتك كلمة ذان بعد القوس اختار مقارنة. راح تقول أستاذ أنا ما أعرف المقارنة، المقارنة من الإي آر يابا.
المقارنة منه أم الإي آر. إذا أجتك ذام بعد القوس شنو تختار؟ تختار مقارنة. والله إلا يجي الخطأ عدل لو ما نشرح اليوم. إذا أجتك ذام بعد القوس تختار إي آر. زين أستاذ، وإذا ما أجتني ذام اختار إي إس تي، يعني راد لها علم ما يراد لها علم. شفت شلون؟ إذا أجتك ذام بعد القوس شنو تختار؟ تختار إي آر. وإذا ما أجتك الذان اختار إي إس تي. أكو دليل للإي إس تي اللي هو منه؟ اللي هو الذ بس قبل القوس. ركزوا وياي، يعني هاي وين؟ هاي بعد، ما أعرف ما يبين البعد شوية هاي باللون، خلنا اختار لكم الأخضر. هاي بعد، بعد القوس. وهاي وين؟ هاي قبل. إذا أجتك الذ، ركزي على كلمة الذ، إذا أجتك الذ شنو تختار؟ تختار أم الإي إس تي. شفت؟ إذا أجتك الذ تختار إي إس تي، وإذا أجتك الذان تختار الإي آر. نقول ما افتهمنا، ما افتهمنا. كاتب لي سؤال: I am، I am قوس tall taller إي آر، لو tallest إي إس تي، taller لو tallest، ذان علي، أنا أطول من علي. ش عندي بعد القوس؟ عندي كلمة ذان. منو اختار؟ ام الاي ار تعيش خلاص. اي ام، مثال اخر، اي ام ذا، شوف الذا وين جت. اي ام ذا تولر، اي ام ذا تولر، لو تولست، تفضيل، ان ماي فاميلي، ان ماي فاميلي. انا اعرفك جاوبت، بس عندي لك طريقه حلوه. انت تعالي بعد القوس، اكو كلمه ذان ما زال ما موجوده، كلمه ذان اختار اي اس تي، ما زال ما موجوده كلمه ذان، لا تختار الاي ار. احنا قلنا ما نختار الاي ار الا نشوف منه، الا نشوف الذان. ما زال ما موجوده الذان، اختار منه، اختار الاي اس تي. اوكي، تريد بالدليل؟ الدليل منه؟ الدليل عند وجود كلمه ذا قبل القوس نختار الاي اس تي، عند وجود ذا قبل القوس نختار الاي اس تي. تعيش مو قلت لك بتجيب والله. وزاري عليش انت تشوف نفسك تعرف لو لا؟ خلنا نشوف. وزاري هاي انت ما تعرف تقرا، بس جيت لقيت لي هاي الكلمتين، هذول الصفتين، ما راح اعلمك، هذول الصفتين باو علي عليهم. عندك كلمه ثيك تنتهي باي ار، ثيكر، انت هذا المفتاح مالك. وثيك تنتهي باي اس تي، ثيكست، واحده مقارنه وواحده تفضيل. دليلك وين راح يكون؟ لو قبل القوس لو بعد القوس. باوع لي بعد القوس شنو لقيت؟ غششتك هسه. بعد القوس شنو لقيت؟ لقيت كلمة ذان. بما أنه عندي كلمة ذان منو الصح؟ الصح إي آر. بما أنه عندي كلمة ذان منو الصح؟ الصح إي آر. خلاص شفت شلون؟ هذا مكرر، هذا المثال مكرر أكثر من مرة جاي. فأنت هسه فهمت المقارنة وفهمت التفضيل، فهمت المقارنة وفهمت التفضيل، وعرفت شلون تجاوب عليهم، وعرفت شلون تختارهم الاختيار الصح. زين يا أبا؟ هاي بتجيب. زين نشوف بعد منو عندنا من المواضيع المهمة، المواضيع المهمة اللي ما شرحناها البارحة. أحاول فقط اللي ما شرحناها البارحة حتى من نروح الراجع المواضيع بشكل، خلنا نقول كامل، بشكل كامل. منو عندنا من المواضيع اللي ما شرحناها البارحة؟ تقريبا هاي كلها مشروعها، كل القواعد هاي مشروعها، بس خاف يجينا موضوع احنا ما شارحينه قبل. خلي نشوف. عندك this with this، هاي شرحناها اول البارحة، مو البارحة، this with this. موضوع تافه وبسيط جدا، شارحه منزلوا تيك توك ومنزلوا يوتيوب وخابص الكرة الارضية كلها بي. من هو؟ عندك this، الذيس أختها منه؟ أختها الذيس، ذول أخوات، وحدة تريد مفرد ووحدة تريد جمع. ذيس وذيس، وحدة تريد مفرد ووحدة تريد جمع. جيد؟ الذات والذوس هم خوات، الذات والذوس شنو؟ خوات. شو تريد؟ وحدة تريد مفرد ووحدة تريد جمع. أنت تريد تفرق بيناتهم شلون؟ تختار بالامتحان. ذيس ذوس، العفو ذوس. اوكي، شلون تختار بالامتحان؟ انا عندي قاعده،
إذا طبقتها يطلع عندك الحل صح بدون ما تعرف إنجليزي أصلاً. أوكي جانا قوس مكتوب ب this ومنه وthese this وthese. واحدة تريد مفرد، أشوف راح أشر لك على المفرد. هذول اثنين بالأخضر مفرد، وهذول اثنين بالأصفر جمع. أوكي لنفترض أنت ما تعرف المفرد أو ما تعرف الجمع، أنت راح تجيك هنا جملة، هاي الجملة إلى نهاية الجملة نقطة، باوع لي بالجملة بداخل الجملة. إذا لقيت بالجملة كلمة is ركز لي، إذا لقيت بالجملة كلمة is أعيد، إذا لقيت بالجملة كلمة is اختار الكلمة المتكونة من أربع حروف. شنو؟ اختار الكلمة المتكونة من شقد؟ من أربع حروف. إذن الإز مع منه؟ مع الأربع حروف. الذس والذات يعني هذول اثنين، هذول اثنين شبيهم؟ هذول أربع حروف، شو اختار لهم؟ اختار لهم إز. إذا شفتهم اختار إز، وإذا إز اختارهم. زين إذا شفت بالجملة كلمة آر اختار الكلمة أم الخمس حروف، يعني ذول اثنين أم الخمس حروف، اختار لهم شنو؟ اختار لهم الآر. هسه صار عندك دليلين، دليل الإز مع أم الأربع حروف والآر مع أم الخمس حروف. مثال، مثال ايش كاتب لنا؟ كاتب لنا this. أوكي اختيار this لو this، هو لازم يجيب لك واحدة أم الأربعة وواحدة أم الخمسة. هسه أنت ما تقدر تختار، ليش؟ ما تعرف الجملة شبيهة، مو ما تعرف الجملة شبيهة. is لو آر this shirts، شوف shirts آر، ها خلصنا. من شفت الآر خلاص آر بلو. أنت من شفت كلمة بلو، العفو من شفت كلمة آر حليت الجملة. قلت لك إذا عندك آر بالجملة تختار لي منه أم الخمس حروف، منه الخمس حروف الذيس. خلاص مثال آخر كاتب لك this this لو، أو حتى ذا مودس على مود تقول خاف بس لا بالذات that لو those that لو ذوس كار از ريد نقطة. شنو عندي بالجملة؟ عندي بالجملة از، الاز منو تريد؟ تريد أم الأربع حروف، منو أم الأربع حروف؟ هاي أم الأربع حروف. إذن الاز أربع حروف، الآر خمس حروف، الاز أربع حروف، الآر خمس حروف، عايل عليك؟ الاز أربع حروف، الآر خمس حروف، الاز أربع حروف، الآر خمس حروف. زين قال بنا السؤال، هو كاتب لنا بالسؤال this محلولة، this محلولة، وهنا كاتب لنا مثلا dress this dress، هنا قوس is لو آر. هسه يريدني أنا أختار is لو آر. أوكي مثلا is لو آر شنو red، يلا black black، يلا black pink، أي لون black. أوكي أنت ما تعرف تختار is لو آر، أنا إيش قايل لك؟ قايل لك الآر خمس حروف صح؟ والإز أربع حروف. الكلمة هاي شنو؟ أربعة لو خمسة؟ أربعة. الأربعة مع منو؟ مع الإز. والسلام والسلام. وصلت؟ وصلت. أنا عارف من اتصل ترى، حتى لو ما تعلقون أنا عارفة من اتصل، عارفة من اللايكات. إذا واقف اللايكات وتصافنين كفو منكم شباب، ما قصرتم، شكرا لوجودكم جميعا، ان شاء الله نكون جاي نفيدكم. زين هذا موضوع الذس والذات، نشوف نختار احنا نقدر نختار، نقدر نختار بالوزاري بعد ما تعلمنا هاي القاعده. هسه اجاني ذيس وجاني ذس، جاني اربع حروف وجاني خمس حروف، عندي ار، منو اختار؟ اختار ام الخمس حروف اللي هي منو؟ اللي هي الار، اللي هي الار. اتمنى وصلت، أتمنى وصلت. زين عندي موضوع هنا، موضوع بسيط جدا وتافه أيضا وجاي وزاري، هي أنا قدامك ما حاجة أقول لك وأثبت لك أنه جاي وزاري لو لا. البي والتوبي، شكرا شكرا لوجودك. البي والتوبي، البي والتوبي موضوع اختيارات يجينا بالسؤال الثاني فرع أي، موضوع الاختيارات يجينا بالسؤال الثاني فرع أي. زين شو أنا أجاوب على هذا الموضوع البي والتوبي؟ أوكي خلنا نجرب هاي الأسئلة نحلها كلها. البي والتوبي يعني أعتقد أكو أسماء أول مرة أشوفها بالبث حتى يستفادون. البي والتوبي عندنا قاعدة شنو؟ بسيطة جدا وتافهة وما تخوفك أبد. هاي بي وهاي توبي، بي وتوبي، شو كنت تختار البي وشو كنت تختار التوبي؟ باختصار، باختصار شديد، وراح أقول كلمة على مسؤوليتي أخي، دائما اختار التوبي. صدق خلصنا؟
البي والتوبي دائما اختار التوبي، دائما 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 اختار التوبي. بس اذا مثلا مثلا هذا مو القوس، هذا مو القوس، اذا اجت قبله كلمه تو، انا اسالك اذا اجت قبله كلمه تو يصير تختار تو توبي؟ انت عندك تو، يصير تقول تو توبي ما ترهم، فانت لازم تكمل جملتك منه توبي. يعني هسه عندك هنا توبي وهاي التو هي قبل القوس وهي البي، يصير منه هم توبي. يعني دائما اختار التوبي، بس عنده وجود، عنده وجود منه تو وين قبل القوس اختار فقط بي. اذا شفنا تو قبل القوس هي نختار توبي، بس اذا شفنا تو ما حاجه نختار توبي بس بي. عنده وجود تو قبل القوس نختار منه بي، نختار بي خلاص. اذا شفنا ايوه دائما توبي، بس اذا شفنا تو قبل القوس لا نختار منه بس بي. هسه باوع لي اهم شيء، شوف لي اكو هنا تو، هي ليش قلت لك دائما اختار تو بي؟ لان تو ما جايه وزاري، هاي ما جايبينها يعني تو ابد ما جايبينها. فهسه اكو تو ماكو تو، اذا نختار تو بي. شفت شلون ايزي؟ بتجيب بتجيب والله. التو بي دائما اختار تو بي. هاي واحد. اثنين منو؟ اثنين جايب لي هنا البط والاند، اريد اختاره. البط والاند قاعدتهم ابسط من هاي، ابسط بهواي. يعني احنا هسه لحد الان ما حكينا انجليزي ابد، ما حكينا انجليزي ابد ولا جينا طاريين من الانجليزي، كله شيل هاي خلي هاي. شنو عندي؟ البي والتو بي خلصنا منه. نجي على منو؟ البط والاند. البط والاند تقريبا كل العراقيين يعرفونها ايش قد ما بسيطه، واللي ما يعرفها هسه راح تنتهي مشكلتها الى الابد. البط والاند شو وقت اختارهم؟ ايش راح اقول لك انا؟ هذا مو القوس، بس باوع لي هذا القوس. قبل القوس، قبل القوس اجيت لقيت فارزه سفلى، هاي الاول صغيره. ايش لقيت؟ فارزه سفلى. اذا شفت الفارزه السفلى معناها يا حبيبي اختار لي بط. اوكي؟ اذا شفت الفارزه السفلى ايش تختار؟ تختار البط. شرط قبل القوس، يعني اوكي، مو تلقيها بعد القوس تقول استاذ ليش طلعت خطا. قبل القوس مباشره هنا بالضبط بنفس المكان. يعني اذا لقيتها هنا ما تفيدني، اذا لقيتها هنا ما تفيدني، اريدها قبل القوس مباشره. هاي واحد. اثنين، اثنين النقطه الثانيه شنو؟ هم اجانا القوس، هذا مو مكتوب ببط واند، هذا القوس. باوع لي بعد القوس هنا. اوكي؟ مو شرط الكلمه الاولى، هي انا مو شرط، لا دير بالك منها. السطر الثاني خلينا نقول هي راح تجيك هنا جمله وهنا جمله، باوع لي على الجمله هاي، هاي دور لي بيها على هاي الكلمه، هاي كلمه ان تي بها فارزه عليا نت، وكلمه نوت. اذا لقيت اي وحده من ذول هم اختار البط. هسه صار عندك دليلين للبط، دليلين للبط. شو وقت اختار البط؟ اذا شفنا الفارزه السفلى واذا شفنا النوت او النت. لقيتهم اختار بط، ما لقيتهم اختار انت. لقيتهم اختار بط، ما لقيتهم اختار انت. نجي انا وانت نشوف اي سؤال يقف بوجوهنا، تعال نشوف. اول شغله هاي بط وانت. اول شغله اكو فارزه سفلى؟ ماكو فارزه سفلى، عوفوها. اروح على الجمله الثانيه اللي بعد القوس، هاي الجمله الثانيه اللي بعد القوس. دوروا لي على منو؟ دوروا لي على النوت، هاي النت والنوت. موجوده؟ باوع لي. ما موجوده. اذا ما موجود الدلائل مالات البط، لا الفارزه السفلى ولا النوت والنت. بهيج حاله ما يصير اختار البط، اختار الاند. ما يصير اختار البط، اختار الاند. مثال اخر وبعدين نرجع لهاي الاسئله. هاي يا اسئله خلي خلي عليها صح حتى ما انساها. اوكي، مثال اخر ندور للبط والاند ونشوف نقدر نختار ولا لا. تعال نشوف. ماي كازن از ان جريد 6، 6 هذه مو فارزه، 6 بط واند. اكو فارزه سفلى؟ ماكو فارزه سفلى، اذا اعبر ورا القوس. اكو نوت او نت؟ ماكو نوت او نت، ولا تقول لي هاي فارزه سفلى، هاي بعد القوس، انا قلت لك شرط القيها قبل القوس، شرط. زين، ما عندي لا فارزه سفلى ولا نوت او نت، اذا ما يصير اختار البط، لازم اختار الاند. مثال اخر ونرجع بعدين. عندي بط تو اند. باوع ليش لقينا؟ لقينا الحبيبه هنا. من هاي؟ الفارزه السفلى. هاي قبل تقول لك بط درجتين هيك هيك دلال هيك. من شفت الفارزه السفلى قبل القوس مباشره ايش تختار؟ تختار بط. شوف الدليل، شفنا فارزه سفلى يا عيال، هاي الفارزه السفلى.
إذا شفنا الفارز السفلى قبل القوس مباشرة أختار بات، مباشرة أختار البات. إذا عندي فارز السفلى أختار بات، فما أكمل. وأصلا موجودة حتى النت، هي أنا حتى النت موجودة، النوت والنت اللي قلت لكم عليهم بعد القوس هي أنا موجودة. فصار عندي الدليلين موجودين، موجودين لا موجودين، الدليلين موجودين. زين ندور باتو أنت، ندور بعد باتو أنت حتى ما يصير عندنا خلل بالباتو الأنت. خلاص هذا الباتو الأنت صار بالجير. فأي موضوع يجي، أي موضوع يجي يريد مني أختار باتو أنت، هذا موضوع آخر. اختار باتو أنت، شو اختار يا عيال؟ عندي فارز السفلى، ما زال عندي فارز السفلى قبل القوس، نختار بات. بالله خل أشوف أكو دليل آخر. أيوة هي أنا نت. يعني إذا أنت ما افتهمت الفارز السفلى، إذا لقيت يعني مثلا خل أبيض القلم دحين، راح أبيض القلم. يعني شنو أبيض القلم؟ خليه أبيض. بابا هسه أكو طالب يقول أستاذ يعني شلون تبيض القلم؟ يعني عباله بيض. هسه ماكو فارز السفلى صح؟ أكو فارز السفلى؟ ماكو فارز السفلى، جيد. بس شنو أكو؟ أكو نت صح؟ ما زال أكو نت، راح أختار منه بط. فالدليلين باوع لهم الدليلين يريدون بط. زين نرجع لهاي الأسئلة، شوف وين وصلنا. الشد والشدنت، الشد والشدنت. شوفوا أكو قاعدة تقول أكو شيء اسمه ماست وشيء اسمه شد. مو إذا هذول إجوا سوا هذول ينحلون بدون تعب. يعني مثلا كاتب لك ماست لو شد، إذا كاتب لك ماست لو شد، إذا أكو بالجملة نقطة اختار الشد، إذا أكو بالجملة نقطة إيش تختار؟ اختار الشد. إذا أكو بالجملة فارز اختار الشد. أكتب لكم إياه، أكتب لكم إياه حتى نخلص. بس شرط ها يكون الاختيارات مو شد شد، شد وماست. يعني هذا جاينا بالاختيار مكتوب كلمة شد ومكتوب كلمة ماست، أو مكتوب كلمة شودنت. يعني شوف الاختيارات، واحدة شد وواحدة ماست أو ماسنت. زين شنو أختار؟ شنو أختار؟ تشوف لي إذا أكو فارزة بالجملة أو نقطة، فارزة أو نقطة اختار الشد، فارزة أو نقطة اختار الشد، فارزة أو نقطة اختار الشد. يعني هذول ما يصير اختارهم. إذا ما موجود فارزة أو نقطة لا اختار المصد. المشكلة وين؟ المشكلة إنه هالمرة جاب لي إياهم مرة شد، يعني حتى لو موجود فارزة ما راح تفيدني، ومرة شدنت، يعني اثنينهم شد. فهسه الفارزة ما راح تفيدني، مو الفارزة ما راح تفيدني، شنو اختار؟ هاي تعتمد على منو؟ هذه صراحة تعتمد على معنى الجملة، وهاي أنا أنصحك تفهمها وتحفظها. ليش؟ لأنه هو الشيء جاي يقول، جاي يقول آي. هسه إنجليزي كنا عربي نحكي، وشيل هاي وخلي هاي. هسه إنجليزي آي هذا لدي توث أيك، ألم في الأسنان، ألم أسنان. شو عندي؟ عندي ألم أسنان نقطة. نصيحة ايش قلت له؟ قلت له أنت الشد معناها شنو؟ معناها يجب. أنت يجب لو لا يجب جو تذهب إلى طبيب الأسنان. أنت يجب لو لا يجب، أنت يجب. إذا هو عنده ألم أسنان نصيحتي له شنو؟ إنه يذهب إلى طبيب الأسنان. هذا المثال حاول تفهمه أو تحفظه. يعني من تشوف مثلا تقول أوكي أستاذ، يعني من أشوف ألم أسنان أقول له شنو؟ أقول له يشد. من أشوف ألم أسنان أقول له شنو؟ أختار الشد. أما إذا جاك مصتو شد، لا مصتو شد طبق هاي القاعدة، هاي باو علي. إذا عندك مصتو شد وتريد تختار، تجي على الجملة إذا بيها نقطة اختار الشد، ما بيها نقطة اختار المصت. بس إذا اثنينهم شد وشد انت، لا هاي تعتمد على المعنى، على المعنى. مثلا كلمة أيك الألم اختار لها شد، ألم أسنان أيك بالشكل تكتب الأيك اختار لها شد. لحظة شباب افتح التعليقات نسلم عليكم وتسلمون علينا وارتاح شوية ونستمر بالشرح. أما نشوف رأيكم
صوت ال شكرا للملكة. السلام عليكم. وعليكم السلام. واخيرا واخيرا شنو عادي استاذ نزل اسئله تليجرام؟ عادي نزل تليجرام يا اخي، هذا راح يفوتن علينا والله العظيم الشلاب يا معود. تخيل يفوتن علي وانا بالبث اشرح لين شد وشدمت. تخيل يعني شرحك سهل كلش غير اني ما احكي. الحمد لله هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. عيد الشد والشدنت، هاي الشد والشدنت، لا الشد والشدنت ما اقدر اعيدها يعني، هاي وهاي هذه على الحفظ، تعتمد على الحفظ. بس قل لي الشد والمصت، اقول لك اذا نقطة او فارزة بالجملة اختار الشد. طبعا هاي القاعدة انا حكيت بها البارحة وقلت لكم انا ما اتحمل مسؤوليتها. تعرفون ليش؟ اكيد طلابي يعرفون ليش. لان انا قلت لكم هذا الموضوع يعتمد على المعنى. شكرا الوحش. يعتمد على المعنى. زين شرحك يغبل، شكرا. ممكن أسئلة عيد الأم؟ شوفي كل شيء منزله بالتليجرام، أنا ترى منزل كل شيء بالتليجرام بالقناة. سويت قناة جديدة البارحة لطلاب السادس الابتدائي، خلي أكتب لكم المعرف مالها حتى تنضمون اللي موجودين جدد، اللي موجودين جدد. بس اكتب لي بالتليجرام زت أي، هذا حرف أي مو تقول لي كيو، أي كيو W S ورقم 2، هاي المعرف مع القناة. هاي وين رايح؟ معرف، هذا المعرف مع القناة السادس ابتدائي جاي نزل بيها. هذا أس هذا الملف اللي جاي أنا يشرح عليه، هذا 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 نفسه راح أنزله. نفسه راح أنزله وانت عايش يا اخوي. شكرا حنة الفاو. عيد شرح البط والآنت بسيطة. البط والآنت بس باوعي لي هنا، إذا عندش قبل القوس فارزة، شرط قبل القوس مباشرة، قبل القوس فارزة اختاري بط، بعد القوس نوت ونت اختاري بط. قبل القوس فارزة ايش نختار؟ بط. بعد القوس نوت او نت نختار بط. اذا ما شفنا، اذا ما شفنا لا فارزه ولا نوت ونت ما يصير اختار البط، اختار الانت. يعني مثال حتى ما بعدك، هسه هنا ماكو فارزه قبل القوس ولا اكو نوت ونت بعد القوس، اختار الانت. بس اذا اجتني جمله، اجتني جمله وينها؟ هاي لا مو هاي، هاي هي انا يعني. عندي فارزة قبل القوس وعندي نوت ونت بعد القوس، هم اختار بط. إذا ما موجودين، ما موجودين البط اللاصت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ما موجودين الفارزة هذه، ما موجود فارزة ولا موجود نوت ونت، اختار الأنت. بالله من الشيطان الرجيم لا تخربطوني، خلوني مسيطر. والديكم ليش تأخرت؟ والله كان عندي محاضرة. هو الصحيح نبدأ بالتسعة ونص، بس والله صار عندي محاضرة، والمحاضرة شوي طولت إلى العشرة تقريبا، قبل العشرة يعني هيك شيء، فتأخرت. فآسف يعني، أعتذر أعتذر. كبسو، إي والله كبسو. هذا ما فهمناه، شنو هو هذا ما فهمناه؟ قطع الخارجية شلون احلهم؟ ابشري ابشري، هسه احلك القطع الخارجية بحيث تاخذين 10 درجات هيك بتجيب هيك يعني مسيطرة، يعني تروحين تقولين تعال جيب ايش عندك، جيب قطع خارجية 6-7 انطيني هيك. ابشري هسه اشرح لك القطع الخارجية. مبدئيا اخذوا هذا الملف سكرين، مبدئيا اخذوا هذا الملف سكرين. شباب راح اشرح القطع الخارجية، وشنو بعد؟ شنو ببالي موضوع؟ كان ببالي موضوع والله محضره لكم. شنو شنو شنو؟
هسه خلنا نشغل القطعه الخارجيه، خلنا نرتاح شوي نشغل القطعه الخارجيه وانت تسولف. اخذ هذا الملف سكرين هسه، هاي القطعه المرئيه موجود يوتيوب، موجود قناتي باليوتيوب اسمها الاستاذ نكتر حسن، بس الفيديو مال البارحه ما قدرت انزله لان صراحه النت يمي ضعيف لدرجه انه بالثلاثه بالليل بدا ينزل، اليوم العصر 50 بالثلاثه بالليل بدا ينزل، اليوم العصر 50 واصل، وتخيلوا النت ايش قد ضعيف. فتعذروني والله، ولا انا انزل اي فيديو. شنو اكلتك المفضله؟ اخ مو مالي سوالف، خلنا انجحوا ونسوي لنا بث مال سوالف ان شاء الله. انجحوا تنقيط بروح امك، بس روحي لليوتيوب اكتبي الاستاذ نكتر حسن، راح تلاقين فيديو والله تدعي لي من وراه، شارح وشرح هيك هيك من كل قلبي، مقسمه ايش مفصخ تفصخ. روحي لليوتيوب، عليش تخلينا هي نشرحه من جديد ونتعب نفسنا، هو موجود باليوتيوب وجاهز، ايدك على اللايك. بيش الساعة السد البيت والله ما اعرف. اسم القناة الاستاذ نكتل حسن، نكتل نكتل هذا اسمي، هو صح اسم غريب بس شو اسوي يعني اهلي يسموني نكتل، عانش علي. هسه اكو واحد قال لي ضمائر انعكاسية، خلي خليها ببالي ضمائر، واحد قال لي تو حتى ما انساهم، هذول حتى ما انساهم. اريد طريقة مراجعة يوم الامتحان، يوم الامتحان انا راح اراجعكم، يوم الامتحان الاثنين راح يكون عندنا بث النهار كله الى الليل احتمال ال 12 للوحده، ومن يفتح النت بالاربعاء الفجر هم نسوي بث الى يوم الى الساعه 7، يعني تروح للامتحان من عندي. والكو والكا، شنو هذا الوالكو الوالكا؟ واحد كاتب لي بالانجليزي، موضوع المواد ضروري ندرسه؟ اي والله ممكن يجي والله. اوكي كريس استلمت، هي انا سجلتها ملاحظه. اوكي شباب راح اسد التعليقات، اسمحوا لي اسد التعليقات ونبدي بالقطعه الخارجيه. بس بهذا الاثناء شريد منكم يعني مشاركاتكم لايكاتكم هاي السوالف الحلوه. سد التعليقات ونبدي على بركه الله بالقطعه الخارجيه. اولا يكون عندك ثقه بي، ثقه بي وثقة بالكلام اللي راح أقوله. هذول 10 قطع اللي قدامك، ترى لا تشوفهم هيك ورقة بسيطة، هاي 10 قطع، هاي 10 قطع، هذول 10 قطع بعون الله، ما قلت لك هيك قصبا عني لا، بعون الله راح تجي وحدة منهم بالوزاري. ايش تجي؟ تجي سؤال منه، تجي سؤال القطع الخارجية، يعني السؤال الأول. بس لحظة خلنا افتح لكم اياها بغير مكان على مود يصير عندنا صورتين هيك نقطي. لا هذا فيديو وهذا فيديو، قطعة خارجية وينه؟ هاي الصورة، حتى اشرح لكم هنا وهناك اشوفكم الامثلة. ركزوا وياي هسه، شو اتفقنا؟ اتفقنا انه هذول العشر قطع وحدة منهم راح تجي بالسؤال الأول يا فرع، فرع أي، شنو واجبك؟ يعني أنت كطالب شنو واجبك تعاوني بيه؟ هذا انت تعاونني بي مو انا اعاونك بي. من هو؟ انه بس اعرف لي اياها، يا قطعه اللي اجت، هل هي قطعه الانترنت؟ لو قطعه الدراجه؟ لو قطعه الحاسوب؟ اللابتوب، يعني هذه لابتوب، خاف ما تعرف حاسوب العائله انا كاتبها هيك. لو قطعه المواد؟ لو البطاقه؟ لو تاريخ الورق؟ بس اعرف لي اياها يا قطعه اللي اجت. لان هي مو قطعه خارجيه، قطعه مرئيه، اللي تجي شوف مرئيه، يعني شايفينها، قطعه من داخل الكتاب. اشوفك مثال حتى تفهم قصدي انه انا جاي اقول. هسه جاينا يقول لك اي ام دكتور، هاي قصه الدكتوره الجراحه. شوف هنا جاني اياها قصه، كيف تبقى امنا على الانترنت؟ حلو؟ يعني نفس القصه اللي موجوده بالكتاب. واحده من راح تجينا ان شاء الله. زين لنفترض هاي اجتني بالوزاري، هاي افترض هاي القطعه مال الجراحه وان شاء الله تجي. اجتنا بالوزاري، شلون اجاوب عليها استاذ؟ اكتب ترو لو فولس، هو ترو لو فولس مو شو اكتب؟ تعال نشوف قطعه الجراحه انا شو مخلي لك عليها. وين الجراحه؟ الدكتوره، اي انا الدكتوره، هاي الدكتوره، شوف شو مسوي لك عليها تفاصيل.
يا شباب أنا إيش قايل لكم؟ هن مو 10 قطع، 3 منهن بيهم دلائل من تشوفهم اكتب ترو. 3 دول شبيهم بيهم دلائل من تشوف هاي الدلائل اكتب ترو. جيد؟ من تشوف هاي الدلائل إيش تكتب؟ تكتب ترو. و7 منهم بيهم دلائل من تشوف هاي الدلائل اكتب فولس. زين؟ هسه أتمنى فهمت قصدي، وهسه راح نروح نطبق نشوف قطعة الجراحة من يا جماعة، جماعة الفولس لو جماعة الترو. الدكتورة قطعة الدكتورة من يا جماعة؟ من جماعة الفولس صح؟ أيانا من جماعة الفولس. جيد، شنو الدلائل اللي من أشوفها أكتب فولس؟ كلمة شوبينج وكلمة مورنينج. كلمة شوبينج وكلمة مورنينج تشوفهم بالجملة، تجي على أسئلة مباشرة، على أسئلة انسى القصة هاي كلها اتركها. تعالي على السؤال، هذا السؤال الأول، هذا السؤال الأول تعال نقرأه أنا وأنت. A surgeon is a doctor who does operation. أكو كلمة shopping؟ ندور خلنا نشوف تحفظ ليها. هاي shopping وهاي morning، موجودة ما موجودة؟ لا shopping ولا morning. هاي عوفة لا تجاوب. الجملة الثانية شنو بيها؟ بيها كلمة shopping. أنا إيش قايل لك؟ قايل لك من تشوف كلمة shopping اكتب false. هسه الثانية false. الثالثة ما بيها لا shopping ولا منو ولا morning، إذن هاي ما تجاوبها، عوفة تركها. الرابعة منو بيها؟ بيها كلمة morning، ما زال بيها كلمة morning. الرابعة false. وياي؟ الخامسة بيها كلمة shopping، ما زال بها كلمة شوبينج. الخامسة فولس. زين، السادسة ما بها. زين، هسه صار منو عندي؟ صار عندي 3 فولس. إذا زين، إذا هذول فولس الباقي شنو؟ الباقي ترو. الباقي منو؟ الباقي ترو. 10 درجات بالجيب، 10 درجات بالجيب. القطعة الثانية جايني منو؟ جايني قطعة الانترنت. هاي قطعة الانترنت، اوكي عرفناها من كلمة اونلاين. كلمة اونلاين نشوف قطعة الانترنت شنو دلائلها من يا جماعة؟ قطعة الانترنت، قطعة الانترنت من جماعة الترو، يعني دلائلها من تشوفها تكتب ترو مو تكتب فولس مثل ذيك. حلو، من تشوف كلمة اونلاين تكتب ترو. نروح ندور الكلمة اونلاين بالاسئلة فقط، مو تدور لي بالقصة. اول جملة بيها كلمة اونلاين؟ ما بيها كلمة أونلاين، ما لها علاقة بيها، اتركها اتركها. الكلمة الثانية ما بيها كلمة أونلاين، والجملة الثانية ما بيها كلمة أونلاين. الكلمة الثالثة بيها كلمة أونلاين، اللي بيها كلمة أونلاين راح نكتب عليها ترو. الرابعة بيها كلمة أونلاين نكتب ترو. الخامسة ما بيها أونلاين نتركها. السادسة بيها كلمة أونلاين نكتب ترو. زين، صار عندي منو ترو؟ الثالثة الرابعة السادسة. إذن هذول شنو؟ هذول فولس. تمشي لي على هذا النمط يطلع عندك 10 درجات بالوزارة. زين، جايني قصة المواد، أبسط قصة وإن شاء الله تجيكم أبسط قصة. قصة المواد من جماعة الترول ومن جماعة الفولس. قصة المواد من جماعة الفولس، شو وقت نخلي فولس؟ يقول لك تخلي فولس إذا شفت كلمة ميت. تخلي فولس إذا شفت كلمة ميت أو إذا شفت كلمة إز، بكيفك، بس نقول ميت. إذا شفت كلمة ميت شنو تخلي؟ تخلي فولس. تعال ندور بالجملة. الجملة الأولى، السؤال الأول، ما بي كلمة ميت، ما يصير أخلي فولس. الثانية بيها كلمة ميت، يعني الثانية فولس. والثالثة نخلي كلمة ميت، موجود كلمة ميت، يعني الثالثة فولس. الباقي كلهم ما بيهم ميت. زين، هذولي فولس. زين، الباقي ايش راح يصيرون؟ راح يصيرون ترو. خلصنا على هذا الاساس تجاوب. فانت تجي تحفظ لي هاي الصوره، راح تعرف لي اول شيء شلون تحفظ. تعلمك شلون تحفظ. تحفظ تقول انترنت، دراجه، حاسوب، يس، مواد، بطاقه، تاريخ، الورق، فرحوهان، كواكب، اختراعات، نو. تحفظ عاد الدلائل، اي كلمه بيها اونلاين ترو،
أي جملة تبدأ؟ آه ركز لي على كلمة تبدأ. هي أنا تبدأ يعني شنو؟ يعني أول كلمة. هيا قصة، قصة الدراجة. إذا أجتني قصة الدراجة بالوزاري تجي على أول كلمة بالجملة بالسؤال. بالله يمكن جاية وزاري هي أنا. البايك يعني الدراجة. أجي على القصة، شنو دلائلها؟ دلائلها لازم تبدي بس ركز على كلامي. تبدأ يعني أول كلمة، تبدأ يعني أول كلمة. إذا بدت بيو ترو، إذا بدت بوير ترو، وإذا بدت بدونت ترو. نشوف شلون. أول كلمة تبدي بيو، ما تبدي بيو، هذه مو ترو، فولس. تبدي بيو، ما تبدي بيو. تبدي بيو، إي نعم تبدي بيو، هذه ترو. تبدي بوير، إي نعم تبدي بوير، هاي ترو. إن منو؟ يو وير ودونت. عندي يور، راح تقول هي هاي، لا هاي يور مو يو، هاي يور بها آر، هذه ما لك علاقة بها، هذه فولس. ليش؟ لأن يعني ما تبدي بيو ولا تبدي بوير. تبدي بيو، إي نعم تبدي بيو، ترو. إذا صار عندك اللي يبدون باليو والوير واليو، هذول ثلاثة ترو. الباقي إيش راح يكونون؟ الباقي راح يكونون فولس. شكرا بنت الموصل، شكرا. عرفنا شلون نجاوب؟ زين. أي قصة تجيك هذه مع الأونلاين نفسها بعد قصة الدكتورة على هذا الأساس. أما إذا إجانا، شوف أكو ملاحظة أنا ذاكرها اليوم نزلتها بالتيك توك، قصة تاريخ الورق. أنا ذاكر إنه الكلمة اللي تبدي اللي بيها مو تبدي، اللي بيها كلمة ميك، الجملة اللي بيها كلمة ميك أو كلمة ميت، إيش راح نعتبرها؟ راح نعتبرها فولس. بس عندنا نقطة رقم 6 بالقصة، يقول لك الجملة التي تنتهي بثينكس حتى لو بيها ميد وميك، هاي اكتبها ترو. حتى لو بيها ميد وميك، هاي اكتبها ترو. والباقي تطبق عليها. يعني تجي فرح، وها الجملة تبدي بفار، تبدي بفار أو تبدي بفرح، اعتبرها منه، اعتبرها فولس. تروح على قصة مثلا هان وفرح، خلنا نشوف قصة هان وفرح، مو بالأسئلة الوزارية بس يعني خلنا نقول بالمراجعة. شوف قصة هان وفرح، قصة هان وفرح، قصة هان وفرح، شنو دليله؟ دليل أول شيء هي من جماعة الفولس، يعني الدليل من أشوفه أكتب فولس. يقول لي اللي تبدي بفرح فولس، اللي تبدي بفرح فولس، اللي تبدي بفرح فولس. بعد اللي تبدي بذا فارم فولس. هاي الباقي شنو؟ الباقي ترو. يا قصة بعد عندنا، هاي قصة الدكتورة حليناها، قصة الأونلاين حليناها، قصة منو؟ الاختراعات. الاختراعات شنو دلائلها؟ من جماعة منو أول شيء؟ من جماعة إياها الاختراعات، الاختراعات من جماعة الفولس. إذا شفت invention أو invented فولس، دور لي بالسؤال invention و invented. هاي invention فولس، هاي invented فولس، هاي invented فولس، هذول فولس، الباقي ترو. بهالبساطة قصة الدراجة قلنا منو؟ اليو والوير والدونت واليو، لا تنسى اليور، قلنا خطأ. قصة البطاقة، شوف البطاقة، ركز لي وين قصة البطاقة، هي أنا قصة البطاقة. أي جملة بيها كلمة ميك، حسس شوف ايش صار عندنا. انت شوف ايش مدللك، ترى مدللك والله دلال، بس دعك شوف شلون. الميد نفسها ميك، ترى بس بالماضي الميك بنحولها الى ماضي تصير ميد. الميك والميد والميكينج بنضيف لها اي ان جي، هذولي بثلاث قصص. وين ما تشوفه مكتب شنو؟ اكتب فولس. وين ما تشوفه يعني انت مثلا ما تعرف القصه بس تذكر ذا الكلام، لربما تتذكره بالامتحان الوزاري. شفت كلمه ميك بالقصه بالسؤال، قبل اكتب فولس. ميك فولس، ميك فولس، بس وحده اللي هي بيها ميك، العفو بيها ميد، بيها ميد بس تنتهي بكلمة thinks. آخر كلمة بيها منو؟ thinks. هسه أشوفك إياها. آخر كلمة بيها منو؟ thinks. زين. قصة تاريخ الورق، تاريخ الورق، تاريخ الورق، وين الورق؟ أيام. إحنا شو اتفقنا؟ البيها ميد، بيها ميد false. ندور. بيها ميك false. بيها ميد فولس، بيها ميد بس تنتهي بكلمة ثينكس، لا هاي ترو. بيها ميك
فولس. شفت شلون؟ البيها ميك وبيها ميد شنو اعتبرها؟ اعتبرها فولس، بس اذا انتهت بكلمه ثينكس اعتبرها ترو. هيك تجاوب، هيك تجاوب. الكمبيوتر، الكمبيوتر قلت لك شنو؟ قلت لك من تشوف كلمه فاميلي، مو كلمه فاميلي، كلمه فاميلي، كلمه فاميلي، اذا شفت كلمه فاميلي شنو اختار؟ اختار ترو. شوف ترو ترو ترو، الباقي شنو؟ الباقي فولس. وين انا ايش اسوي؟ وين اريد اروح؟ هنا اريد اروح، هنا. شوف الحاسوب شنو دليله؟ كلمة فاميلي، إذا شفناها ترو. هسه إلغاء، إلغاء، نروح نرجع للملاحظات مالتنا. ياه ايش قد سولفنا. نص مليون لايك يا ولد، نقدر 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 نجيب المليون لايك؟ ترى بيها مجال، مو نص، عندنا ربع. انا شويه بالرياضه يا الزفت، اعذروني. اعذروني. اوكي، اكو طالب قال لي اشرح لنا الضمائر الانعكاسيه، خليني اشرح الضمائر الانعكاسيه. الضمائر الانعكاسيه هم تجينا موضوعين، اللي هي السؤال الاول، عفوا السؤال الثاني فرع اي، والسؤال الثاني او السؤال الرابع فرع اي، يعني سؤال الكلمات المفقودة وسؤال اختيارات. شوفكم إياه، أنا دائما هيشي يعجبني الشرح بالإلكتروني، يعجبني الشرح بالإلكتروني. ليش؟ لأنه تشوف الطالب السؤال مباشرة، ما حاجة تكتب على الصبورة وينتظرك حتى تكمل، صح؟ هاي ضمائر انعكاسية، اختيارات جاية. إذا يا سؤال، السؤال الثاني فرع أي، وأيضا يجيب هذا السؤال، سؤال المعاكسات تسمونه، هو مو سؤال معاكسات، اسمه الكلمات المفقودة، بس يعني هذا قصدي. هي أنا شوف ماي سيلف. فشون جاوب على سؤال الضمائر الانعكاسية؟ مبدئيا عندك حفظ الصراحة، يعني وآسف وأعتذر جدا، أعتذر. يعني أنا أعرف الطلاب، أنت تقول له حفظ رأي، لا أستاذ ليش؟ طبعا مو حفظ هواي، بس ركز وياي شلون. اسم الموضوع الضمائر الانعكاسية، الضمائر الانعكاسية. سيجوز الطالب اللي جاي يشرح له وراح، بس يلا في خزائن الله. الضمائر الانعكاسية هي منو؟ كل ضمير من ضمائر الفاعل، هذا ضمير فاعل، لو هو ضمير انعكاسي مقابله يرهم له، ما يرهم له غيره. مثلا الآي يرهم لها فقط الماي سيلف، هذول حفظ. والهي يرهم لها فقط الهم سيلف، يعني آي ماي سيلف، هي هم سيلف، هيك آي ماي سيلف، هي هم سيلف. شكرا أخي، شكرا لوجودك. زين، شي شي يرهم لها، يرهم لها هير سيلف، هيك هير سيلف. اوكي، هسه راح تشوف اول شيء نكتبهم وبعدين نجي نختار وعلمك شلون تختار. زين، ات ات سيلف، جاي تلاحظ انه نفس الكلام بس انه نغير حرف حرفين. ات سيلف، جيد لحد الان الامور طيبه. يو الصير بالضمائر الانعكاسية يرهم لها منه اليور سيلف، اليور سيلف. زين، بقى عندنا اثنين، هذول الاثنين مو شواذ انما يختلفون. الوي يرهم لها منه اور سيلفز، شوف جمع، مو سيلف وحدة، سيلفز انفس، انفسنا. والذي يرهم لها ذم سيلفز، جايين وزاري يا ولد بس ركزوا وياي، ذم سيلفز. راح افترض انه انت شنو حفظتهم وتعرف كل واحد يريد منه، كل واحد يريد منه ذم سيلفز. راح اسالك بالسؤال الرابع فرع اي، كتبت لك سؤال، انا كاتب لك اي صارت ماي سيلف، الاي شنو صارت؟ الآي صارت ماي سيلف. زين، وي فراغ، هسه ارجع اسالك سؤال، الآي صارت ماي سيلف، وي
فراغ. فهمت قصدي؟ الاي ماي سيلف، الوي اور سيلف، لازم احافظها انا اور سيلفز هيك. فشي يجيب لك من ضمائر الفاعل لازم تجيب له الضمير المناسب ضمائر المفعول، العفو بضمائر الانعكاسية. فهسه هو كاتب لي شكرا يوسف، شكرا، كاتب لي وي، لازم اعرف منو الوي، منو يرهم له الاور سيرفيس. زين لو كاتب لي يو، ما اكتب له اور سيرفيس، اكتب له يور سيلف. لو كاتب لي شي، سفيان شكرا لوجودك، لو كاتب لي شي راح اكتب له منو هير سيلف. فلازم اعرف كل وحده منو يرهم لها، كل وحده منو يرهم لها على هذا الاساس. زين قلنا حفظناه. هذا من يجينا بها سؤال، بسؤال الرابع فرع بي او اي، قلت لك هذا مو ثابت بس اكثر شيء رابع اي. اوكي هسه شلون يجينا بسؤال القواعد؟ يجينا اختيارات، السؤال الثاني فرع اي هالشكل، السؤال الثاني فرع اي، كاتب لك اي، هسه المفروض تفتهم قصدي. اي شوف ايش قلت، قلت اي، اي كات قوس بين قوسين ماي سيلف، اختيارات اي كات قوس ماي سيلف لو اور سيلفز، اور سيلفز. انت من شفت الاي بعد انتهت، الاي منو تاخذ؟ انت من شفت الفاعل اي منو تاخذ؟ تاخذ ماي سيلف، فاذا ماي سيلف. ونشوف امثله على هذا الموضوع حتى ما يظل عندنا ولا خلل ان شاء الله. الجمله تبدي بذي، الجمله منو تبدي؟ تبدي بالذي، الذي منو ياخذ؟ ياخذ ذم سيلفز، حفظ ما بيها مجال. يعني مو مسألة إنه أنا أجي أختارهم بدون ما أنا حافظهم. وين السؤال؟ الجملة تبدي بوي، الوي منو تأخذ؟ our service، شوف our service. هذا يمكن ما أعتقد بس دول اثنين جايين، وهذا كاتب لك I myself اللي هي شو تصير؟ تصير him self، لازم تعرفها اللي هي تصير him self. خلاص هذا موضوع الضمائر الانعكاسية. أصعب سؤال ممكن يجي بي، هذا طبعا من المراجعات مو من الوزاريات، بس أصعب سؤال ممكن يجي بي، كاتب لك رقم 2 ماي كات، ماي كات بين قوسين أو مو بين قوسين، مثلا كات وهيك شيء، كات اتسيلف ماي كات اتسيلف لو ماي سيلف. الطالب المستعجل راح يقول ما زال هاي ماي، راح اختار ماي. لا، ماي كات شنو نعتبرها؟ نعتبرها غير عاقل. ايش نعتبرها؟ غير عاقل، قطتي، قطتي غير عاقل. فما زالها غير عاقل، منو يرهم؟ منو تعتبره غير عاقل؟ الات. فالات منو يرهم لها؟ ات سيلف. فاذا اجاك ات او غير عاقل تختار ات سيلف. اذا اجاك هي او مؤنث او اي اسم مؤنث، مثلا كاتب لك ماي براذر، العفو ماي سيستر، مثلا بدال ماي كات، ماي كات ماي سيستر. شنو يعني ماي سيستر؟ يعني اختي، ماي سيستر اختي. كات قطعت او جرحت اصبعها، ات سيلف لو هير سيلف. زين الماي سيستر يعني اختي، اختي من يرهم لها؟ يرهم لها الهير سيلف. ليش؟ لانه نعتبر اختي شيء، نعتبر اختي شيء. اما اذا جاني مذكر مثلا اخي براذر، راح اعتبره هي، راح اعتبره هي. فانت على هذا الاساس تجاوب، على هذا الاساس تجاوب. اكو اسئله تمرين يعني ندرب عليه اكثر بهذا الملف. طبعا هذا الملف منزله بالتليجرام بالقناه اللي حكيت لكم عنها، بس كون نلقى هي انا. شوف عندك اي، هاي الاي، اذا اختار ماي سيلف، ما زال عندي اي راح اختار ماي سيلف. عندي ذي، ذم سيلف. عندي وي، اور سيلف. عندي ماي كات، قطتي، شوف قطتي، اذا ات سيلف، قطتي ات سيلف. ليش؟ لانه قطتي ايش نعتبرها؟ غير عاقل. والغير عاقل ايش نعتبره؟ نعتبره ات. والات شنو تاخذ؟ تاخذ ات سيلف. زين ات سيلف.
زين شباب، هذا موضوع الضمان الانعكاسي. اكو طالب اخر قال الاستاذ اشرح لنا 2 2 2 2 2 2 هاي 2 2 2 عليها كم سؤال؟ هنا عندنا اربع اسئله راح نجاوبهم ونعرف ليش صار الاختيار هيك. اوكي، مبدئيا مو حفظ، ولكن ركز وياي. هو صح مو حفظ، بس تحتاج تعرف شنو اقصد. التو الاولى، هاي التو الاولى تريد وراها اما مكان واما فعل. التو اللي بيها شنو اللي بيها؟ او وحده. ليش؟ لانه هي معناها الى او ان. مثلا اريد ان العب فعل، او اريد ان اذهب الى الموصل. هاي عبن طائفيين، يعني عبن على عبن منطقتنا. زين، هاي واحد. اثنين، التو الاولى قلنا تريد مكان او فعل، فاذا جاك بعد القوس مكان او فعل تختار التو هاي اللي بيها او واحد، اللي بيها او واحد. اما التو اللي بيها دبل او، هاي مكرره. شكرا اوغلو، يعني ممد بيات له اوغلو، ما اعرف اسمك ممد، على راسي. التو هاي، شكرا مصطفى، معناها جدا جدا. مثلا جميل جدا، كبير جدا. فش تريد؟ تريد الصفه. شكرا مؤمل، شكرا شباب، شكرا سفيان، شكرا شكرا، لا تكلفون عن انفسكم، شكرا. صفه، فاذا اجاني صفه راح اختار منه، راح اختار التو اللي بيها دبل او المكرره. جيد، اختار التو اللي بيها دبل او والاو المكرره. الثالثه هي التو اللي بيها دبل يو، تو بيها دبل يو. هاي شنو معناها؟ معناها رقم 2. فهاي تريد اسم جمع، اسم جمع. شنو اسم الجمع؟ اسم الجمع ينتهي بكلمة بحرف S، ينتهي بحرف S، ينتهي بحرف S. بما أنه ينتهي بحرف S يعني جمع، وراح اختار له 2 رقم 2. إذا فهمت أنه الكلمة اللي بعد القوس صفة، أنا ما أخاف عليك. وإذا فهمت أنه هي مكان أو فعل، ما أخاف عليك، أنت راح تعرف تختار. فمثلا مثلا I have عندي قوس بي كلمة تو وبي كلمة تو مد دبليو. بعد القوس مكتوب كلمة brother اوكي، وتنتهي بس، تنتهي منو؟ تنتهي بس، جمع. بما انه جمع، قلنا منو يريد الجمع؟ يريد تو مد دبليو، التو ومد دبليو، لانه اسم جمع. مثلا I have، اوكي، او ليش I have، ليش I have this car is، this car is two ومد دبل او cheap. شنو معنى cheap؟ cheap معناها رخيص. رخيص، هل هي مكان؟ هل هي فعل؟ لو صفة، صفة. بما أنه هي صفة راح أختار لها تو أم الدبل أو اللي بيها أو مرتين. جيد؟ I will go. كلمة go أو going معناها يذهب. من الشوفه يذهب إلى، يذهب إلى، يعني التو الأولى. go to school مدرسة. شنو يعني اسم مكان؟ بما أنه اسم مكان راح أختار له to الأولى. الفعل شنو أقصد به؟ مثلا I want، أريد I want to لو to be. تذكرون البي قبل شوية شكينا عنها، البي والتو بي. البي شنو قبله؟ تو، يا تو منهم، هذا فعل. أو مثال آخر، I want، أريد أن، منو يعني يا الأن؟ التو الأولى لو التو الثانية. buy معناها يشتري. a new car، أريد أن أشتري a new car، سيارة جديدة. يشتري فعل، لا هي اسم لا هي صفة. فإذا تو الأولى، تو الأولى. نشوف الأمثلة اللي جاية علينا هنا
بالتمرين أو بالمراجعة الأولى I'm going going يذهب and then to ولأن عندي school to الأولى I have لدي two ankles ankles جمع يعني رقم اثنين مو I want أو he wants يريد يريد أن buy يشتري يريد أن يشتري شو يشتري يشتري كمبيوتر إذن two ما زال عندك فعل two high ما زال عندك جمع two with W ما زال عندك مكان two high زين expensive منو expensive صفر غالي غالي فش أقول غالي جدا غالي جدا غالي جدا مثلكم أنتوا هسه غوالي كلش غوالي زين فهذه two 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 زين بما أنه أنا هنا ما لدبعت هذا الموضوع مهم يا موضوع موضوع ال ing ال ing شو وقت أختاره لأن أتذكر لمعت واحد كاتب ing بل كنت يقصد هذا الموضوع يعني إذا جاني اختيارات واحد بي آي إن جي هذا جاي وزاري هذا بالضبط جاي وزاري رقم 41 what فراغ now do we do لو are we doing الثانية بها آي إن جي شو وقت اختار الآي إن جي وش وقت ما اختار الآي إن جي القاعدة باختصار إيش راح أكتب لك إياها باختصار شديد يعني من تشوف بالجملة خلنا نخط خط على مود الملف يصير ثابت الموضوع اسمه الـ ING شو وقت نختارها يعني يعني مثلا كاتب لك I قوس work يعمل لو am working بشنو تنتهي تنتهي بالـ ING I work لو I am working إذا عدنا دليلنا منه الدليل مالنا منه الدليل مالنا كلمة now هاي الكلمة يعني ايش راح اقول لك راح اقول لك الـ ing دليلها انه تشوف بالجملة مكتوب كلمة now هاي now معناها الآن اذا شفتها اختار ing اذا ما شفتها لا تختار الـ ing فهسه بدي احكي على جملتنا I work لو I'm working ما موجود ing مو ما موجود اذا اختار الـ work لو فرضا كاتب لنا السؤال بهالشكل I work بهالشكل قوس لو am working بالـ ing زين وبعده كلمة now ما زال عندي كلمة now لا الصح هو بالـ ing الصح هو أبو الـ ing السؤال اللي جاي وزاري قلت لكم عليه مهم جدا اشوفكم يا بالوزاريات what now ما زال عندي كلمة now أختار أم الـ ing ما زال عندي كلمة now أختار أم الـ ing شكرا حسون أختار أم الـ ing هاي الجملة ما بيها كلمة now أختار هاي ما مو أم الـ ing هاي الجملة my daughter هاي my daughter is a thick sweater thick sweater ما موجود عندي كلمة now أختار الـ buys اختار البايس ما اختار الاسباينج ما اختار الاسباينج ليش لانه دليل الاي ان جي هو كلمه ناو انا ما اختار الاي ان جي الا اشوف كلمه ناو الا اشوف كلمه ناو لان هذا الموضوع اسمه المضارع المستمر المضارع المستمر يعني مستمر هسه بهاي اللحظه جاي يصير زين شنو معنى كلمه ناو معناها الان فاذا هو الشيء جاي يصير هسه نقول لا لازم نختار ام الاي ان جي إذا هو هسه جاي يصير نختار أم الـ ING جيد على هذا الأساس أي شباب أوكي استراحة استراحة مقاتل شكرا مستر ناروتو شكرا استراحة مقاتل نفتح التعليقات يقول حبيبي جعفر تعبت اي والله تعبت الحمد لله ممكن سؤال التوصيل
والله سؤال التوصيل بس حتى لا اشرح لك اياه، ما راح اشرح لك اياه بذي الصيغه يعني راح تفهميني. اوكي مثل ما خلنا نقول هسه انا من شرحت لك ال 222 اذا ما تعرفين الكلمه صفه ما راح تقدرين تجاوبين، مو صح؟ ما راح تقدرين تجاوبين الا انا اقول لك هاي صفه. التوصيل نفس الشيء، ليش يحتاج معاني، يحتاج المفردات انه انت تكون تعرفها، هذا قصدي. المقارنة شرحتها ببداية البث آسف، بس راح أقول لك أنه راح تلقيها باليوتيوب على قناتي اسمها الأستاذ نكتة الحسن. هذا البث نفسه راح ينزل بعد ساعتين ثلاث إن شاء الله باليوتيوب إن شاء الله. دزة PDF إن شاء الله. شكرا سفيان، شكرا شكرا. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. راح انجح بفضلك، الفضل لله. ام سيف دللي دللي، الفضل لله شباب، الله سبحانه وتعالى هو اللي سهل وخلانا نقدر نفتح بث. يقدر هسه يخليني مشغول بلحظة واحدة سد البث واطلع. فالحمد لله انه الله وفقنا وقدرنا نوصل لكم وقدرتوا توصل لنا. بالتوفيق للجميع. عندك قناه عتلي؟ نعم موجوده. الاستاذ نكت الحسن؟ اي نعم. راح ادز الملاحظات PDF. It is GH. شكرا. شكرا شكرا. لا تكلف على نفسك يا اخوي. يا الله. اوكي شباب هسه اعتذر، لازم اطلع. وما اريد اكثر بالسوالف، ما اريد اكثر بالسوالف على مود شنو؟ البث ما يطول وما اقدر انزله حتى اصعده يوتيوب، يعني تخيل انا لازم انزله من تيك توك وارجع اصعده يوتيوب. بس راح اوصيكم على شغله اللي هي ثلاث انشاءات لازم تحفظ قبل لا اروح، هذا واجب. اولياء الامور اللي جاي يسمعوني، الطلاب اللي يريدون ينجحون ويريد يخلصون من السادس ابتدائي، ثلاث انشاءات اريدها منك. اي ثلاث انشاءات بكيفك. اوكي ثلاث انشاءات. التنقيط راح تقول لي استاذ ما اعرفه، انا اقول لك روح لليوتيوب، قناتي باليوتيوب اسمها الاستاذ نكت الحسن، مشروع التنقيط بالتفصيل الممل. هاي ثانيا، هاي شوفها لي 20 درجة حتى فهمك شلون راح انجحك ان شاء الله. 20 درجة. ملاحظات القطعة الخارجية اللي شرحناها، اللي شرحناها موجودة بالتليجرام وموجودة بالتيك توك وموجودة باليوتيوب. إذا طبقتها راح تجيب 10 من 10 بعون الله. زين؟ الإضافات اللي هي الكلمات المفقودة، إضافة ING، إضافة ER، إضافة S. 10 درجات، شوف ايش قد انا منطيك لحد الان. هذه ايضا موجوده باليوتيوب، كله موجود، كله موجود. وانا هم راح اشرحه بعد باكر ان شاء الله الساعه 9:30. 9:30 انا ابدي البث مالي. بقالنا منه؟ بقالنا القواعد اللي كنا نشرحها هسه، السؤال الثاني فرق اي، هذه ايضا عليها 10 درجات. نجي نحسب 40 ب 20، هذول ايش قد؟ هذول 60. اذا طبقت ذول، طبقت ذول انت ناجح، ناجح على مسؤوليتي بعون الله. مثال اوضح لك شغله مهمه، شغله مهمه. تجي لي على اسئله الوزاريه، تجاوب لي على سؤال الانشاء 20 درجه، هذا سؤال الانشاء 20 درجه، وتجاوب لي على التنقيط 10 درجات. بس روح اقرا الفيديو، بس اقرا الفيديو واخذها مني، راح تجاوب على سؤال التنقيط. وسؤال الكلمات المفقودة 10 درجات، ايش صار عندنا؟ صار عندنا 30 درجة، 40 درجة عفوا. هذول 40 درجة. إذا جاوبت ذولي صح وما عندك ولا خطأ بيهم. شكرا دانجر، شكرا. شكرا لوجودك. إذا جاوبت ذولي صح على مسؤوليتي أنت ناجح. بس ذول 40 صح؟ على مسؤوليتي أنت ناجح. تقول لي والإسقاطات؟ أقول لك جاوب. ما تعرف اختار هاي. هاي اختارها. ما تعرف بس جاوب، لا تترك شيء فارغ. إنه مو ستة؟ جاوب.
هاي واحد. القواعد أنا شارحهم بالتفصيل. أنا مسؤوليتي أنت من العشرة تجيب خمسة. إذا أنت فدنا وما تعرف فدنا بهذا زفت زين، بس أنا متأكد إنه كلكم فهمتوا على شرحي، فتجيب عشرة بعون الله. القطعة الخارجية شارح لك إياها بالتفصيل إن شاء الله عشرة. هاي القطع الاختيارات تعرف جاوب، ما تعرف جاوب، لا تتخلي شيء فارق. أنت أول ما تجي للدفتر السؤال الفلاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، تعرفها اختار الاختيار الصح، ما تعرفها هم اختار سواء صح أو خطأ وياي. بس أنا أريد منكم هذول آخر ثلاثة أسئلة أربعة أسئلة هم باعتبار، بس هم ثلاثة يعني هاي عشرة وهاي عشرة وهاي عشرين، هذول إذا جاوبتهم أنت ناجح عندك قواعد. أنا أعتبرك بالقواعد الصفر بس أنا متأكد تجاوب، هاي عشرة. عندك قطعة خارجية، يعني القطعة الخارجية إذا خليتهم كلهم ترو هم اللي تجيب لك ثلاث درجات، مو ثلاثة أقل، هو أكثر يعني عفوا أقل شيء أربعة أقل شيء، هذا إذا خليتهم كلهم ترو أو كلهم فولس. زين ما أريد أكثر سوالف على مود ما تخلص هاي التفاصيل وهاي على مود ما يطول الفيديو. راح نرجع لكم إن شاء الله باشر الساعة 9:30، تعبان اليوم كلش والله سوري جدا، فباشر إن شاء الله نعوضكم كل هاي السوالف. بالتوفيق للجميع، الله يوفقكم إن شاء الله، إن شاء الله نكون استفادينا وفدناكم. بالأخير شو نقول؟ نقول أنت قدها، الله يوفقكم إن شاء الله تصبحون على خير، واللي ما راح يدرس أتمنى يروح ينام، واللي ما ينام أتمنى يروح يدرس. تصبحون على ألف خير، مع السلامة شباب، أحبكم.